بالون آخر في سماء لندن فوق ساحة البرلمان للاحتجاج ضد عمدة العاصمة صديق خان، جمع من أجله نحو 59 ألف جنيه استرليني كجزء من حملة تهدف إلى إبعاده عن المنصب. جامع التبرعات نفى أن تكون هناك صلة بين حملته وبين أي جماعة يمينية أو حزب سياسي يستهدف خان، معتبرا ارتفاع معدلات الجريمة في لندن سببا للاحتجاج ضده. عند حملته الانتخابية تعهد بتحسين وضع، لكننا رأينا نتائج كارثية، أكثر من 100 شخص قتلوا هذا العام. خان رحب بمظهره على الرغم من قوله إن اللون الأصفر ليس لونه المفضل، لكن اختيار الشكل بلباس البحر قصده المحتجون على اعتبار أن خان منع ظهور هذا اللباس الخاص بالنساء في أحد الإعلانات الخاصة ببناء الأجسام داخل محطات قطار الأنفاق، سخرية لطالما وظفت في السياسة البريطانية للتعبير عن الاحتجاج. مظاهرات الاحتجاج هذه كما ترى أنها نظيفة، ما فيهاش عبارات سيئة، ما فيهاش مناظر سيئة، وفيها نوع من الضحك والسخرية وهو جزء من السياسة. وأعتقد أن صديقنا صديق خان نفسه سيضحك من هذا، لأنه لا يوجد سياسي بريطاني لا يحب السخرية، وأكثر تهمة يخشى منها السياسي البريطاني أنه يتهم أنه هو دمه تقيل وما بيحبش الدكتور. ومنذ وصوله للمنصب 2016 صاحب خان الكثير من الجدل، ولم يسلم من خطاب متشنج مبني على ظاهرة الإسلاموفوبيا، ولم يسلم أيضا على ما يبدو هذه المرة من أن يتم توجيه الانتقاد له عبر بالون على غرار الاحتجاج ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة يوليو الماضي. إلى جانب استخدام السخرية في توجيه الانتقادات للسياسيين والاحتجاج ضدهم، قد يكون بالون صديق خان ردا على سماحه لبالون ترامب أن يطير في سماء لندن، وكأنما يعبر البالونان عن وجود قواعد شعبية لتوجهات سياسية مختلفة تتنافس فيما بينها لإثبات وجودها في الساحة. عمر شاكر، قناة الغد، لندن.